في المشهدية. في المشهد الساخن حادثة الكحالة إعلامياً، لماذا تبنى خصوم المقاومة سريعاً خطاب التحريض والتقسيم؟ في المشهد السياسي المجلس العسكري في النيجر يعلن تأليف حكومة انتقالية، كيف يمكن أن يتلقى اجتماع إكواس في نيجيريا هذه الرسالة؟ في المشهد الفني 100 يوم على إضراب كتاب السيناريو في هوليوود، هل تتحمل شركات الإنتاج النتائج في حال استمراره مدة أطول؟ في المشهد الصحي اختيار الأطعمة ونجاح الحميات الغذائية أو فشلها، ماذا عن دور العامل الجيني في كل ذلك؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.